تعديو معك البلوك نوت حمزة البلومي اللي سميته ليلة الكف اللي خذاه رئيس الجمهورية من عند رئيس الحكومة. وهذا يمكن الكلام اللي كان يقول فيه سي عبد الستار بن موسى بطريقة غير مباشرة. إذن طاح الماسك وظهر المتخبي. ملي تعمل قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية ورجال السياسة والمحللين السياسيين ورجال القانون والإعلاميين يقولوا راهو في موضوع الصلاحيات راهو فما مشكل. الترويكا كذبت الناس الكل وقالت المشكل في مخاخكم ومش في القانون والعلاقة بين الرئاسات الثلاثة عال العال. البارح طاح القناع هذا يطاح الماسك خوذة كبيرة صارت قلة نظام وتنسيق في موضوع تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية. حبيت اليوم في البلوك نوت نرجع على التسلسل الزمني اللي صار باش تفهموا علاش نحكي على خوذة. هات نبدأ بعملية التسليم صارت البارح بعد العشرة متاع الصباح بشوي. عملية الإعلان عليها ما هي باش تصير كان في القايلة مع ديباش من عند وكالة تونس أفريقيا الأنباء اللي تشوفوه. الديباش هذية لللايف للوكالة تونس أفريقيا الأنباء جات مع ماضي ساعتين للتاب جات مع ماضي ساعتين وربع و16 دقيقة تحديدا. رئيس الجمهورية ما هوش باش يسمع بالخبر إلا مع قرابة الستة متاع العشية بعد الصحفيين وبعد الرأي العام. الشيء اللي خلاه يثور حسب مصادر في قصر قرطاج ويهدد بالاستقالة. وفما علاش إهانة كبيرة صارت البارح لرئيس الجمهورية. مانيش قاعد نهول في الموضوع كما باش يقولوا البعض على خاطر وقت اللي رئيس الدولة يصرح رسميا أنه يتعهد اللي تسليم البغدادي المحمودي مش باش يتم كان بعد الانتخابات الليبية ويجي رئيس الحكومة ومهما كانت تبريراته ويسلم البغدادي المحمودي من غير حتى إعلام الرئيس، رسالة رئيس الحكومة رئيس الدولة وقتها تكون واضحة أنا الكل والتزامك ما يلزمك كان أنت. اللي صار للرئيس هو كف سياسي بأتم معنى الكلمة. كف خلى صحفي العربي المشهور عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي يقول للرئيس المرزوقي البارح في الليل على الكونت تويتر متاعه كما قاعدين تشوفوا ما بقالك كان أنك تستقيل. على كل حال وعلى عكس ما يتصوروا البعض تداعيات تسليم البغدادي المحمودي ما وفاتش، بالعكس ما زالت كيف بدات. والأمور إذا كان ما وصلتش لاستقالة المرزوقي فإنها تنجم توصل لخروج السي بي آر من الترويكا الحاكمة. فواز ميرسي حمزة البلومي.